السلام عليكم. Today I'm going to start with a new subject, language essentials, اللي هي أساسيات اللغة اللي هم بنستخدمهم بنسميهم sayings, الأقوال العامة. طبعا نستخدمها عشان نعبر عن فكرة واحدة أو عن معنى كلمة واحدة. colloquial phrase. أول شيء رح نبلش ب in bad shape. إن باد شيب نستخدمها لما نكون نحكي عن إشي وضعه متدهور أو بحاجة للتحسين. طبعا مطلوب منكم أنكم تحفظوها كمعنى English English, يعني you have to be able to replace the phrase with the meaning. شو الميننج تبع إن باد شيب؟ not going well, in need of improvement, يعني some إشي مش ماشي بطريقة طبيعية وبحاجة إلى تحسين. example, you know that house is really in bad shape, بمعنى أنه هذا الهاوس بحاجة إلى تحسين أو إنه يتغير من شكله. Another kettle of fish. طبعاً هلا بدكم تعرفوا إنه هاي sayings إذا بدي أخذ كل كلمة أترجمها لحالها مش راح يزبط المعنى عندي أو مش راح تعبر عن الفكرة. فلما بدي أحكي another kettle of fish بدي أحكي عن قضية أو موضوع مختلف تماماً أو أمر مختلف تماماً. Another kettle of fish معناها a completely different issue, يعني موضوع أو فكرة مختلفة تماماً أو شغلة مختلفة تماماً. نأخذ example, let's not talk about this again now, it's another kettle of fish, إنه خلينا ما نحكي عن هذا الموضوع حالياً, هو عبارة عن قضية أخرى أو موضوع آخر. eager beaver نقصد فيها الشخص الطموح, معناها very keen and enthusiastic, شخص حريص ومتحمس. have you seen him playing football? He is an eager beaver. نيجي هلا لباك تو سكوير 1 اللي هي العودة للمربع الأول. طبعا هاي الكلمة أو الجملة احنا بنستخدمها كثير بحياتنا, خاصة بالمفاوضات السياسية أو المفاوضات بين الشركات, إنه لما يفشلوا بشيء برجع بحكي لك they back to square one, إنهم رجعوا للمربع الأول. back to square one معناها start all over again, يعني بنبلش من أول وجديد. ناخذ example, okay, so that didn't work. Not to worry. We are back to square one. Not the sharpest tool in the shed. طبعا هذا المصطلح بنستخدمه لما نكون نحكي عن حدا إنه not very intelligent. حدا مش نبيه. حدا مش ذكي. He was not the sharpest tool in the shed. يعني ما كان أذكى حدا في المكان. نيجي هلا ل old as the hills. Old as the hills نستخدمها نكون نحكي عن مكان أو شخص, بدنا نحكي عن العمر إنه very old و at the same time إله اعتزازه أو إله قيمته. تمام؟ فلما بدي أحكي my father, my grandfather is as old as the hills, معناته أنا بحكي إنه he is very old و at the same time إنه إله المكانة القيمة للجد تبعنا. نيجي هلا لراك one's brain. Rack one's brain بستخدمها لما نكون نحكي عن لما تكون بتفكر في شغلة بالك وبتحاول انك تفكر فيها كتير وما تلقى لها حل. فأنا بحكي think very hard about something, يعني بفكر بطريقة كتير في موضوع و at the same time مش راح اني اوجد له حل او ممكن اني اوجد له حل. هلأ Sam racked his brain over the issue, انه فكر في القضية كتير, يعني شغلت باله القضية. rake in the money اللي هي بنقصد فيها انه بيكسب مصاري كتير, يعني نكون نحكي عن حدا بالمصطلح العام بيلعب من المصاري لعب. نفس الفكرة earn a lot of money. once I pay off my debts and get my hotel up running I will be raking in the money, يعني رح يكون معي او رح اكسب مصاري كتير. طبعا مع نهاية الدرس في هنا تمرين replace the underlined phrase with the correct meaning. بدك الفريز الموجود مصطلح الموجود تحته خط تغيره بالمعنى تبعه حسب الشرح اللي انشرح. لما ناخذ مثال Sam is raking in the money, شو حكينا انه raking in the money معناها earning a lot of money. طبعا لما بدك تيجي تغير الفريز بالمعنى تبعه بدك تحتفظ في زمن الفريز, فاذا كان بالبريزنت بدك تحطه بريزنت, واذا كان مع الاي ان جي بدك تحطه مع الاي ان جي. حسب شو زمن الفعل الموجود عندك في المصطلح نفسه بتغير الميننج اللي احنا حافظينه او بدكم تحفظوه.
نهاية الدرس مطلوب منكم مهمة صغيرة. Using Google News, search for three headlines that use the phrases and send the links to your teacher via email or WhatsApp. شو مطلوب منك تعمل؟ بدك تفتح على جوجل نيوز على اخبار الجوجل وتطلع ثلاث عناوين رئيسية استخدمت هاي السايينجز اللي اخذناهم وحفظناهم، وتبعت طبعا لتيتشر تبعتك على الايميل او على الواتساب حسب الطريقة اللي بتتواصلوا فيها مع المس. ونراكم ان شاء الله بالدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.